اهلا انا خالد احب اللغه العربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا المعلمه ماري مساعده، التحقت بمدارس الامارات الوطنيه منذ عام 2008. خبرتي في مرحله رياض الاطفال للروضه الاولى 12 عاما. نبدا مع طلاب الروضه الاولى بتعليمهم الحروف الابجديه جميعها، ويستطيع الطالب في نهاية العام أن يقرأ الحروف ويكتبها، ويستطيع أن يقرأ اسمه، وأيضاً يركب كلمات ثلاثية من الحروف. كما ترون نستخدم الشاشة الذكية لتدريس طلاب الروضة الأولى لمواكبة أفضل الممارسات العالمية الحديثة في التعليم. أحبائي هيا نلون حرف النون هكذا. I love Arabic. أحب اللغة العربية.